يهضروا لهم الشطحه ديالهم عالم عالم الشطحه ديالهم ادلو يدادا هيا بنا الى المونديال. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. مبروك للوداد البيضاوي، مبروك للمغاربه، ابليتم البلاء الحسن. وهكا بغينا نشوفوا الاجانب اللي كيجيبوا الفرق المغربيه، يعني ذوك المحترفين بغينا نشوف بحال ذوك جوج محترفين المغاربه، وخاصه والزولا ولا سميتو، انا الاسماء ما كنعقلش عليهم. مقاتل والدم كيخرق، اللي خليني باغي نموت انا في التيران، انا باغي نموت على وداد الفرق. هكا بغيناهم، هكا بغيناهم. شي واحد كيتجرح شويه يخرجوني خرجوني، السيد كيموت. راه 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 كيكذب عليك الكذاب، ما كاينش مغربي اللي تهز في بيلانتي. واخا يقول لك انا ضد الويدا وانا مع هاد الفرقة اخر، شوف فاش كنكونوا ضد فريق اجنبي كنكونوا كلنا مع الفريق المغربي، سواء كان الراجا ولا الوداد ولا ليفار بركان طنجة القويرة، كلنا واحد. وباش تعرف راه توني د الوداد ولا د الراجا ولا د ليفار ولا د بركان ولا هذا كيكون درابو د المغرب الوسط. اش كيقولوا؟ الوداد المغربي فزنا، فاش كيفوزوا كيقول لك فزنا على الوداد المغربي، فزنا على الجيش الملكي المغربي، فزنا على بركان المغربيه، فريق نهضه بركان المغربي، فزنا على اتحاد طنجه المغربي. ما كيقولوش غير ديك يعني راه كيمثلونا. اذا موعدنا مع الاهلي، اهلاوي اهلاوي، السينما السينما والافلام. معقل دابا القهوه، راني قلبت عليه. هذا ندوز الاول فيديو على بركه الله. هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه ما لم تصوره كاميرا. احنا بدينا بالقلق ديال الكراغله. اش قالوا؟ اسمع، قسما بالنازلات المعقا والدماء الزاكيه تطهرات، نحن ظلنا في حياه بالارج المجاهد. هذا هو القلق المجاهد. الاممات وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، فاشهدوا 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 على بوي مات الجهاد. اش نشهدوا؟ نشهدوا الطوابير، نشهدوا على الطوابير ولا على 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 فضيحه مع فضيحه؟ مع احترامي شوف يقدر هذا الفيديو دابا فاش فيه الوداد يتفرج فيه ذاك مدافع الوداد. الاسماء كيطيروا ليا، ذاك اللي رسلوا رجل نيتف ديال الكاميرون احترامي له. واش نتوما كتقولوا عطيلو البنان بغيتو حنا نصفقوا ليكم؟ داروا حنا غير طالع، حنا راه ما كنسبوا ما كنشتموا ما والو، ضحكوا الناس. والله الا مشات ليا سبيتو. المهم تنتفكروها، دوزوا لفيديو اخر. واش شايفو؟ لا بلي بلال، هاديك هاديك هاديك، انت سولتينو قدامها. والزون والزون راه والزون فين ما مشى كيبقى فيه ديك اللمسه ديال الزون ديال الصحراوي الراشيديه. تحيه للناس الراشيديه. هذا الراشيديه راه حنا نيتاش تحيه. ضرب من المنطقه ديالنا هادو النجمات، التصرفات ديال شوف الضحك والنشاط كيما بغاتو تكون ديما هو ضحك ونشاط في عز الازمه في الزمالك، وديما مقشب عليهم وخلق الجو وكذا، وكان كيعيش ظروف صعبه في الزمالك، كيعيش ظروف صعبه. ورا تقريبا كاع المغاربه غير اللي كيبغي يخبي بحال هذاك سميتو ذاك الفاسي صاحبو النت اللي كان معاه. الاسماء كيطيروا ليا، بغى يخبي يعني بغى يستر. اللي مشى للزمالك بسبب الرئيس ديالو ما عرفتش، المهم شي حاجه كاينه تما. نشوفوا الناس هذيك هذيك انت سولتينو قدامها. علاش سولتينو؟ عجرة في الطبلة. دوز الفيديو اخر. ها هو اللي قلت لكم نهار الرجولة، بحال هاد الاجانب اللي تجيبوا لنا المخرخرين المخنتين الرطب، جيبوا لنا لعابة بحال هادو اصاحبي. واي فريق مغربي اللي ما يجيبش بحال هذا ما يجيبش، لعبوا ولاد المدرسة ديالك، الا ما تجيب ليش مقاتل بحال هذا. ما بغاش يخرج، قال لي خرج اسيدي خليني نموت، كيقول لي خليني نموت في التيران اصاحبي. ما بغاش مسكينه. انا نتحمل مسؤوليتي خليني نموت. نفس 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 ليلى نفس.
هذا خصو تيفو هو حازم راسو هو وصاحبو مع متسد حتى هذاك صاحبي علاش راجع وانت في لاطاك وراجع ونقز بكره كجيت الكاردير دابا اش بغيتي دير مازال هذا ديفونسور راه بغي يرد كره لا 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 لادفيرسير انت نقز هكا دابا راه داروه كان الريوس واحد بغى يبعدها من الكل واحد بغى يعطيها يمكن لقى اش كتروي انت شو بس قضي لنا على لعابه صح واخا بجوجكم مزيانين شو بس قتل لنا السيد هو طلع كيبعد كره انت علاش طالع لجهه الجول ديالنا الحمد لله ملي تزحتهم وقف الحكم الماتش اما وكان ضربتيها لجهه الكاردين كون شده ديال سانداوز كون ضربوا الهدف ماشي مشكل خيرها في غيرها المهم الاهلي بغينا راه خصنا صاحبي نديروا العقده كما درناها للجنوب افريقيا خصنا نديروها حتى للمصري ندوزوا الفيديو اخر اه واو تسنى شو هذا اللي وصلنا اه واو اسمع 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 اهلاوي اهلاوي في الافريق شنو ساوي السينما والافلام كاينين 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 كاتب كيف الاعلام فريق البلاغه تعقلت على البلاغه شي 60 بلاغ لا داروا لا لا علاش هذا وعلاش ديروا لا كثرتوا الشكايات كتخاف من بو حمر والله الا كيخاف يقريك البالون الخوت جاي يمكن لوقيته فاش نمشي نتفرج هذا هي المقابله يمكن غادي نمشي نتفرج فيها مقابله ديال الوداد والاهلي هذه المقابله غادي نمشي يمكن نتفرج سالينا غادي نمشي يمكن نتفرج ان شاء الله ندوزو الفيديو اخر سبع احترامي لجميع رؤساء الانديه المغربيه كاين فرض راسو وبقى في الرئاسه كاين كنت باغي الصراحه نقول لكم انا الصراحه واخا راه بزاف غادي ينتقدوني وما تعجبهمش هاد الهضره انا من الناس اللي كنت باغي حتى الرئيس ديال الرجاء واش نعتبروه سابق ولا مازال دابا ما حطش الاستقاله ديالو البدراوي كنت باغي انا انه حتى هو يكون بحال هذا راه القوه ديال المغرب هو في الرجاء والوداد فاش كيتنافسوا كيكونوا في القمه تما كيتفرقع كره في المغرب والدير بي العافيه والمنتخب كيدو من هذا ومن هذا والروينه نايضه كيفاش كتشوف وحده طايحه في مشاكل كتقولوا كان غير وقفه ستادي تكون بحال هذا يعني البدراوي ما كانش يكون بحال هذا لكن للاسف البدراوي الله يعاونه هو ما صدقات ليش دابا القضيه الله يعاونه لكن علاش بودريقه ولا حسبان ما يكونوش بحال رئيس بحال ديال الوداد هذا هو السؤال خص يكون فيهم النفس باش يكونوا بحال 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 النصيري يلا نفس ماشي نسيت كيفاش المنافسه الشريفه كونوا بحاله حنا في مصلحتنا كمغاربه محايدين كنشجعوا الوداد والرجاء وبركان ولا اي واحد كينافس ولا كيجيب القاب للمغرب من مصلحتنا تكون المنافسه الشريفه والعافيه شعلة والنيفو نطلعوه كتلعب الرجاء والوداد متكافئين والعافيه نايضه تلعب بركان وطنجة متكافئين العافيه هكا اللي بغينا هذا كاين اعترف به لازم حكمنا الكروة ولازم حكم لازم حتى نصير ندوز الفيديو اخر يا شيفوري اسمع 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 تاريخ الدرويدة بولدك تاريخ الدرويدة الله يهديك هو النجم تبدا تصورو الناس عارف واش كتقول الناس اللي ما عارفين البونداكاري كتبوه في الروشير نقول لكم انا قول في انت بونداكاري ديو النجم لا وزون وزون كيبقى قلت لك فين ما بغاو يمشي كيبقى وزون تحفه الضحك والنشاط ندوزو الفيديو اخر ضروا لهم الشطحه ديالهم عالم عالم الشطحه ديالهم قد الوداد
العالم. ركز لي على 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 واش بديت كنفقد الذاكره. مشاو لي الاسماء اصاحبي. هذا عطيه الله يلعب في المنتخب وكاس العالم ومشات لي سميتو. شو ركز على عطيه الله، ركز هو داك اللي حافظ داشي. ركز على عطيه الله. تعال تعال خصنا نعترفوا بواحد القضيه، هي الجمهور ديال سان داونز الجنوب افريقي. سان داونز سان دا سان داونز ياك كما كنقولها خطا. المهم جمهور محترم ما اعتدى على اللعابه، ما لقطه وحده اللي دار هما قرارات كان كيلوحهم، لكن اعتقد ان اللعابه جاوا لعندو اللعابه فاش مشاو يحتفلوا في نهايه المقابله، مشاو لدوك الجمهور ديال الوداد اللي كانوا في القنت مشاو يحتفلوا معاهم. البعض شحال 5 ولا 4 ديال القرارات اللي تلاحوا، راه كاينين جمهور اللي غلبونا في بلادهم وضربونا بالقرارات، غلبونا هادو. ما انت غلبتو في الثواني الاخيره راه غادي يكونوا مقلقين. والصراحه محترم في التالي صفق اللعابه الوداد، خرجوا اللعابه ديال الوداد لبرا صفقوا ليهم كيحتفلوا بهذه الطريقه. او كان شي جمهور اخر كون الرسول الجاج كاع ديال الكير ديال الكار، كون الرسول يوم كاع الجاج، يعني برافو عليهم كيتقبلوا الهزيمه احسن من شي ناس اللي بنوك، شي ناس اللي ما عمر مسكن لا القى في افريقيا لا والو، وما عرفت علاش كيتقلقوا بدا يضربوا في القراعي وباغيين يغلبوا غلبوا الوداد. قالوا صافي راه حنا هما اللي نديو هاد تشامبيونز ليغ. الوداد جلست كضحك، غلبوها في الجزائر. واش هادو من نيتهم زعما؟ هما دوك مشاو رجعوا لديورهم. الوداد في الفينال مع الاهلي، وخصنا الاهلي قسما بالله الى الماتش ديال الاهلي هو اللي كنبغي انا نغلب. علاش؟ ابقى كنقول لكم انا مباشره، بقى في ذاك العام في الاهلي والزمالك قصوا الرجاء والوداد، هذيك ما تصرطاتناش، هذيك ما تصرطاتناش. وكنا كنقولوا الرجاء ترجلوا ترجلوا، بغينا الفينال يكون. تصور دابا كون الرجاء هي اللي طلعت في الفينال هي والوداد، وكاع هاد الفينال كاع ما تعصبوش معاه قسما بالله. كون هما بجوج اللي طلعوا ما نتعصب معاه، ما تفرج زعما بعصب، تفرج الفرجه، تفرج غير في الجماهير، تيفو هنا تيفو هنا وتشجيع هنا وتشجيع هنا وعطي له هذا وهذا عطي له وفرجه في ارضيه الملعب صافي، عطيو صوره زوينه على المغرب. ومازال ان شاء الله هاد العام الجاي والعام الاخر وهذا بغينا الفينال يكون بين الرجاء والوداد. علاش لا؟ علاش لا؟ وسان داونز هي اكلخ فريق شتو على ارض الوجود. علاش؟ جاب ليه الله فين غادي يذبح الاهلي المصري وما بغاش الماتش الاخير ديالو مع الهلال السوداني. انت طالع طالع رخي الكور دابا باش يمشي هذاك اللي غادي ينافسك. وتصور دابا طلعتي للفينال، تصور دابا غلبتي الوداد وطلعتي للفينال، وكان بامكانك تقصي الاهلي وتطلع لك بحال الهلال السوداني ولا غادي الدردقه. هذاك الخبط الكروي شكون عندها؟ كاين عند المصريين وتوانسة. اما بقى ليا ماتش انا طالع نلعب انا غير بلا احتياط وندير شي خطه عشوائيه خربقه على اش راه مصلحه الفريق. ماشي كنقول انا بيع الماتش ولا لا، مصلحه الفريق ما طلعش الاهلي المصري. اي واحد كينافس حيتيه من الطريق راه مزيان، زيد استمر. كون درناه كالاهلي ما طلعتش كنت راه طلعت الرجاء. شو البلانات اللي كنضرب انا؟ انا بغيت دير بيه في الفينال، لكن ماشي مشكل طلعت الوداد حنا مع الوداد. عرفتي الا غلبنا الاهلي ما ينعسوش المصريين، ينوضوا عاود بالبلاغات علاش الفينال الروتور دابا في كازا. الوداد جيبوا غير 0-0 عاود ليه ولا غير شوف ما يتمركاش علينا. ما كيهملاش تمركي ولا ما تمركوش، ما يتمركاش علينا، حيت جيو لهنا كلشي شري صفاره. ما كينعاود غير زنزن الملعب. الاخوان وصل اخر هذا الفيديو، تحياتي لكم، شكرا، الى اللقاء، ديما مغرب، السلام عليكم. واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انت الكرون.